مالته هذولي اللي هم 7 نقاط. وبعدين بلشنا نعرف الستركتشر اللي هو متكون من لبيدات، وعرفنا انواع اللبيدات الموجوده بالسيتوبلازم ممبرين تكون من نوع فوسفوليبيد، بالاضافه الها اكو نوعين ثانيات اللي هم الكلايكوليبيد والكوليسترول. وخذنا هذا الشكل التوضيحي اللي يبين لنا توزيع اللبيدات بالسيتوبلازم ممبرين، من حيث انه قلنا الطبقه العليا او الخارجيه الاوتر سايد متكونه من فوسفو جروب، مجموعه فوسفات، والجزء الكاره اللي يكون باللون الاخضر تشوفونه انتم على شكل تشين سلاسل، هذا يكون هيدروفوبيك، كاره للماء، العفو، ذاك السطح المحب هيدروفوبيك، العفو، فيلك الفلك المحب والفوبيك الكاره. زين، وبعدين رحنا على الجزء الثاني اللي هو البروتينات اللي صار فيه اشكال بالصوت وما كملنا به. نجي هسه اليوم نكمله ان شاء الله. Other important component of biological membrane are proteins, constituted 25 إلى 75%. These proteins are divided into general classes based on nature of their association with the membrane. البروتينات اللي هي المركب الثاني اللي يشكل لنا البيولوجيكال ممبرين يشكل 25 إلى 75% من الغشاء، ويكون على نوعين اعتمادا على طبيعه ترافقها ويا الغشاء، فقد تكون انتجرال بروتين او بيرفيريال بروتين. الانتجرال شنو يعني؟ which affected the hydrophobic part of the phospholipid bilayer or embedded are embedded directly with it. They are hardly separate from the biomembrane. هذا النوع طلاب من البروتينات راح يخترق للطبقة الكارهة الهيدروفوبيك الكارهة للماء من طبقة الفوسفوليبيد باي لاير، وبالتالي معناها راح تكون embedded مطمورة به مباشرة. لذلك لما أجي أريد أن أفصل هذه البروتينات بطرق فيزيائية أو كيميائية معينة على مود أدرس تركيبتها راح ألقى صعوبة hard separated from the biomembrane، باعتبار أنه يعني مطمورة فيها صعبة أنه أفصلها بسهولة. هذا النوع الأول. بينما البيريفيريال لا، which lie outside the lipid bilayer and are not inserted into the lipid bilayer but are associated with the membrane. هذا النوع راح يكون بالطبقة الخارجية الأوتر لاير، ولذلك فهو ما راح نلقاه شنو انسيرتد كما هو في الحال بالانتجرال بروتين، لا راح يكون فقط مرتبط بالغشاء بروابط هسه راح نجي عليها ضعيفة. They are associated with the electrostatic bonds، أواصر الكتروستاتيكية مرتبطة بها هاي البروتينات ويا الغشاء، لذلك هاي الروابط من الممكن ان احطمها او اكسرها، لذلك كان بي اس دي سيبريتد فروم بايو ممبرين، لذلك اقدر افصلها على عكس الانتجرال بروتين. جنرالايز باي انتراكشن وذ ذا انتجرال ممبرين بروتينز كولد ترانس ممبرين بروتينز سبين ذا ليبيد باي لاير وذ بروتينز اكسبوست اون ذا اون بوث سايد اوف ممبرين. ذا types and the number of proteins in biomembrane is variable. It is depend on cell differentiation, on cell cycle phase. A specific protein composition of biomembrane is regulated by cell. هنا يقول لي هاي النوعين أو بغض النظر البروتينات بصورة عامة، يقول لي إنه هي عددها ونوعها بالغشية هو أكيد راح يختلف من خلية إلى أخرى اعتمادا على الفانكشن مالتها. هذا ايضا يعتمد على يمن على مدى تخصص الخليه differentiation of the cell، بالاضافه الى تطور النمو للخليه بيا مرحله هي جاي تنمو. هاي السيل سايكل راح تعرفونها بتفاصيلها المحاضره الاخيره ان شاء الله بالكورس. فمدى تمايز الخليه مع تطور النمو للخليه هو اللي يحدد لي عددها ونوعها بكل غشاء. هذا هو المقصود بهاي الفقره. زين، هذا الرسم الفيجر يبين لنا طبيعة توزيع البروتينات الموجودة بالسيتوبلازم ممبرين. فاللي تشوفها مخترقة الغشاء هي تكون من نوع انتجرال بروتين، انتجرال بروتين تخترق الهيدروفوبيك لاير، تخترق الطبقة الكارهة. بينما اللي تشوفها هنا باللون الجوزي تقريبا
بينما اللي لونها أزرق أو تلقاها بالطبقة السطحية أو الطبقة السفلى للسيتوبلازم ميمبرين، هاي تكون بريفيريال، من اسمها بريفيريال يعني محيطية، فقط بالطبقة العليا أو السفلى للغشاء بدون ما تخترق الهيدروفوبيك لاير. فهذا المخطط يوضح لنا التوزيع الكيميائي للبروتينات وللبيضات الموجودة بالسيتوبلازم ميمبرين. فكلش مهم هذا المخطط طلاب. رجاء خلي قرايتك على المخططات او على الفقرات، هو يسهل طريقه الحفظ. زين، نجي هسه على الممبرين بروتين بيرفورمين فاريوس فانكشن. شنو فانكشن مال البروتينات؟ They are part of biomembrane structure proteins. Some of them are involved in the transport of ions across the membrane, bump and ion channels. Or in the transfer of substance along the electrochemical gradient by facilitated diffusion. بعض من عندكم يعرف انه احنا تطرقنا لعمليه النقل بالعملي عبر الغشاء، يعني قصد جروبات يوم السبت، عرفنا انه النقل عبر الغشيه السيتوبلازميه تكون بطريقتين، اما باسسف او اكتف. الباسسف اللي هي بدون صرف طاقه، والاكتف باحتياج نحتاج الى صرف اي تي بي. فطريقة انتقال الآيونات عبر الغشاء بطريقة البمب المضخة أو عن طريق الشانلز القنوات، هذه شنو راح تكون بيسر بسهولة، فلذلك يسمونها facilitated diffusion، طريقة انتشار ميسرة مسهلة. شنو يعني؟ يعني أنا عندي واسطة تنقل لي بدون ما أصرف طاقة. شنو هي هاي الواسطة؟ اللي هي بروتين شانل او ستراكشر بروتين، بروتينات التركيبيه الموجوده بالغشاء تكون على شكل قنوات شانلز، من خلالها تعبر الايونات او السبستانس بدون ما اصرف طاقه، بس شنو؟ بوجود ميسر، بوجود مسهل اللي هو شنو؟ البروتين. اذا هاي الوظيفه الاولى لها. اثنين، many of them are part of the receptor that are able to specifically bind hormones, neurotransmitter and other signal molecule. العديد من عدها من هاي البروتينات اللي عرفناها قبل شوية تكون على شكل ريسبترات مستقبلات. شنو يعني مستقبلات؟ يعني هذا الغشاء الخارجي للخلية اللي هو دائما مسؤول عن استلام المحفزات الخارجية، سواء كان هذا المحفز هرمون أو ناقل عصبي معين، يبلغ الخلية باتخاذ اللازم، يعني أما تتحفز أما تتثبط أما تجري فد إجراء معين الصالحة. فهذا الهرمون أو النيوروترانسميتر أو سيجنال موليكيول بمن يرتبط بالبروتينات الموجودة على سطح الغشاء على شكل ريسبترات. زين، some have the role of enzyme، بما أنه هي بروتينات فأكيدا هي لها دور، أو بعض من عندها لها دور إنزيمي. زين، proteins and glycolipid are part of the antigen. بعض هذه البروتينات طلاب الموجودة بسطح الغشاء تعمل كأنتيجينات، تعمل كأنتيجينات. يعني شلون؟ انتم تعرفون او ضربنا مثل احنا بيها انه مثلا فصائل الدم البلد جروب، عندنا مثلا انتيجين معين هذا يطلق عليه انه فصيله دم اي او فصيله دم بي او اي بي او او، اعتمادا على شنو؟ اعتمادا على الانتيجينات او البروتينات اللي هي بين قوسين انتيجينات موجوده على سطح الخليه، وعلى اساسها تصنف كمثال البلد جروب. زين، فهاي هي بشكل مختصر وظائف البروتينات الموجوده بالغشاء. زين، نجي the lipid and protein composition of the inside half differs from the outside half. يعني من اجي اشوف الغشاء السيتوبلازمي، توزيع اللبيدات والبروتينات بالسطح الخارجي الاوتر سايد تختلف عن توزيعها بالنير سايد. زين، الكربوهيدرات chains of the glycolipid and the glycoprotein form carbohydrate coat that envelop the outer surface of the plasma membrane. On the inside, some proteins serve as links to the cytoskeletal filament, and on the outside, some serve as link to extracellular matrix. شنو معنى هالكلام؟ احنا عرفنا هسه مثلا، خلينا نطلع لكم اكو فد فيجر يوضح هذا الشيء. اي هذا
هسه مثلا هسه هاي عندنا اللون الازرق، انتبهوا للطلاب البلو. هاي هي شنو؟ عباره عن بروتينات ارتبطت بمن؟ بتشينز سلاسل منين؟ من الكربوهيدرات. فهذه السلاسل مال الكربوهيدرات سواء كانت مستقيمه او متفرعه مثل ما ذكرنا البارحه تعطي الصفه فتميزه المن؟ تعطي فتميزه للغشاء. زين، فنرجع على يقول لي انه هاي البروتينات الموجوده او انه البروتينات المرتبطه بالكربوهيدرات تكون لك لايكوبروتين، والكربوهيدرات المرتبطه بالدهون يسمونها كلايكوليبيد، اعتقد تعرفون هاي بالكيمياء. فالداخل السطح الداخلي بعض البروتينات راح ترتبط بالسيتوسكلتون فيلمنت. احنا عرفنا السيتوسكلتون متكون من فيلمنت، خيوط اللي هي انترميديت فيلمنت، مايكروتوبيول فيلمنت، هذول ترتبط بهم البروتينات من داخل الخليه، بينما من الخارج راح بمن ترتبط البروتينات؟ راح ترتبط بالاكسترا سيلولار ماتريكس، بالحشوه الخارجيه او الخارج خلويه. زين، فهاي هي الكربوهيدرات اللي هي لها الاساس اللي سالنا اعتقد اثناء المختبرات يوم السبت، قلنا شنو ليش احنا نعطي ميزه للكربوهيدرات تميز لي سطح خليه عن سطح اخر؟ فهو هذا السبب، انه هي الكربوهيدرات تعطينا فد فينجر برنت، شلون بصمه الايد تميز سطح خلوي عن اخر. طريقة ارتباط هاي الكربوهيدرات إذا قلت لك شلون، تقول لي يابا من الداخل هذه الكربوهيدرات أو هاي البروتينات ترتبط بالسيتوسكلتون فيلمنت، ومن الخارج راح ترتبط لي بالإكسترا سيلولار ماتريكس، الحشوة الخارج خلوية. هسه لحد هنا خلصنا محاضرة البارحة. اليوم محاضرتنا راح تكون مكملة اللي هي انترا سيلولار جنكشن. يعني شنو؟ يعني أنا عندي خلية، هاي الخلية مو معزل عن بقية الخلايا، لا، اكو ارتباطات ما بين خلية واخرى لنقل حافز معين، لنقل مغذيات معينة، للكونتراكشن ما بيناتهم. فشنو هي هاي الارتباطات او هاي التفاعلات ما بين الخلايا؟ هو موضوعنا لليوم. In multicellular organism cell junction requiring specialized feature of the plasma membrane connect cell together in a specific way and passes on information to a neighboring cell so that the activities of tissue and organ are coordinated. مثل ما قلنا خلية وي خلية تتواصل عن طريق ارتباطات معينة. شنو هاي الارتباطات؟ هسه نعرفها. ليش؟ على مود يصير تعاون أو تزامن ما بين خلية وأخرى. لذلك راح نلاحظ أنه الخلايا المتجاورة بالنسيج أو بالعضو دائما تكون في حالة توافق، في حالة coordinated، في حالة تزامن مع بعضها، مو وحدة مبعزل على الأخرى. زين، السيل ممبرين is actively involved in the creation of intracellular junction. وياي السيتوبلازم ممبرين إلى دور فعال بهاي الارتباطات، هاي التواصل ما بين الخلايا. According to number of layer contact thickness of intracellular space and it is symmetry. Intercellular junction may be classified in 2-3 types. هذا الموضوع أعتقد جديد عليكم، يحتاج شوية تركيز، يحتاج شوية حفظ وتعب من عندكم. نوع الارتباطات أو نوع الجنكشن بالخلايا أو ما بين الخلايا تكون على 3 أنواع أو 4 أنواع، بس أغلب المصادر تذكرها على شكل 3 أنواع، اللي هي التاي جنكشن، أدهيرنس جنكشن، والديسموسون في بعض المصادر، والجاب جنكشن. نجي نعرف كل واحدة على حدة. الأدهيشن جنكشن. In some organs like the heart or stomach and the bladder finally attached to the cytoskeleton within each cell are joined by intracellular filament hold the cell together. هذا النوع وين نلقاه؟ في خلايا العضلة القلبية، وفي الاستومك المعدة، وفي البلادر المثانة. هذا النوع من الارتباط هسه نعرفه هسه وين ما كان تواجده، بعدين راح اشرح لكم شنو طبيعته. التاي جنكشن adjust cell are even more closely jointed by tight junction in which plasma membrane proteins actually attach to each other produce zebra-like fastenings. The gap junction allows cell to communicate
اللي هو gap junction is formed when the identical plasma membrane canal join the canal allow small molecule and ions to pass between them. هاي أنواعها طلاب، هاي أنواعها. شوف هسه هذا هم نفس هذا الرسم السابق، هيك التوضيح هذا مو معناه مختلف لا. فأنا شنو هسه هنا عندنا أنا دمجت لكم مصدرين في آن واحد. أكو بعض المصادر تقول إنه الكونجكيشن تكون على مناطق، شنو هي المناطق؟ زونيولا أكيولادنس وزونيولا أدهيرنس وماكيولا أدهيرنس، هن هذولي المناطق الأساسية. ولكن أنا للسهولة لأن أعتقد شوية صعبة عليكم، شنو خليت لكم؟ خليت لكم اللي قلناها قبل شوية، هذولي هذول. بس أنت ما تقدر تفهم شنو معناها بدون ما تقرأ هاي الصفحة، فأنت يا طالب مخير أنه أما تزيل هذه الورقة أو هذا السلايد أو تبقيه للفهم، أنت مخير. بس من أجي أسألك شنو هي جنكشن تقولي هذول هذول أدهيشن جنكشن والتاي جنكشن والجاب جنكشن. بس لما نجي على يعني الطبقات المكونة لا، راح نلقاها على شكل زونيولا أكيولادنس وزونيولا أدهيرنس وماكيولا أدهيرنس. عندنا هسه موضوع الممبران ريسبتر، مستقبلات الموجودة بالغشاء. أو إحنا قلنا أحد وظائف البروتينات الموجودة بالغشاء هي على شكل ريسبترات. فنشوف شنو هي الريسبترات. ممبران ريسبتر آر بروتين ستركتشر located in cell membrane which are responsible for recognition and binding of signal molecules اللي هي هرمون نيوروترانسميتر الى اخره. Through these receptors cell interaction while it is surrounding membrane receptor may be classified into. هاي الريسبترات راح تصنف على شكل اربع اشكال. اول شيء receptor which are part of the ion channel، يعني هذا المستقبل او هذا الريسبتر الموجود على سطح الغشاء يعمل كناقل ايونات، ion channel. These are receptor for transport of cation، مثل ايش هذا الكاتيون؟ النيكوتين استايل كولين ريسبتر اند ريسبتر فور اكسيستد امينو اسيدز، او يكون على شكل انيون. كاتيون شنو؟ يعني اعتقد موجب والانيون السالب، الشحنات الموجبه والسالبه. الانيون مثل ايش؟ الكلايسين ريسبتر اند ريسبتر فور جاما امينو بيوتيريك اسيد. هذا النوع الاول من المستقبلات من الريسبترات يكون على شكل قنوات ناقلة للآيونات، سواء كانت هاي الآيونات كاتيونز أو شنو آنيونز، شي يسمونها آيون كانال، آيون كانال. زين النوع الثاني ريسبتر with enzyme activity are receptor with intracellular protein subunit which catalyze certain chemical reaction. هذا النوع من الريسبترات شنو وظيفته؟ وظيفته بما أنه هي طبيعتها بروتينات، وقلنا قسم من البروتينات هي عبارة عن إنزيمات، لذلك فهي وظيفتها شنو؟ ما دام الإنزيم إذن هو يحفز التفاعلات الكيميائية، إذن هذا النوع الثاني شنو وظيفته؟ يحفز أو يسرع من عملية التفاعل الكيميائي. This include receptor with the مثل إيش عليها أو مثال عليها التيروسين كاينيز activity والإنسولين receptor. زين النوع الثالث receptor coupled to G protein the largest group of membrane receptor، هاي أكبر مجموعة من من المستقبلات الموجودة على الغشاء، وعادة ما تقسم إلى خمس مجاميع five families are known. They are composed of glycoprotein chains that passes through the membrane. وراح نشوف الشكل extracellular part الجزء الخارجي من عنده ايش راح يسوي؟ contain يحوي على ال N end النهاية ال N N acetyl يعني of chain while the cytoplasm there بينما النهاية ال C end راح تكون في داخل السيتوبلازم. chain makes three straight loops in the cell and three outside، راح يكون لي هاي chains السلاسل ثلاث عقدات خارج الخلية وثلاث عقدات داخل الخلية. هاي التفاصيل يعني للفهم، للفهم وليس للحفظ، يعني بدك تفهم الوضعيه شنو هي. Out loop is used to bind signal molecule and the interior is essential for the subsequent interaction with the G protein activated after binding of the guanosine triphosphate اللي هو GTP
activated G protein stimulated the vector enzyme اللي هو adenylate cyclase أو الphospholipase إلى آخره. Ensuring transmission of signal inside the cell على مود شنو تنتقل الإشارة ما داخل الخلية. The result is known as second messenger أو messenger. The first messenger is the signal molecule. الأولى هي راح تكون جزيئة المفردة. فهاي طلاب شرح لي شلون تصير الآلية وإلا أنت ما مطالب بها، يعني الحد ما تقول لي شنو الحد فيجر، الحد فيجر هاي مجرد للتوضيح لشرح لا أكثر ولا أقل، يعني هاي الكلام أنت ما مطالب بحفظه بس لفهم فقط. زين، هذا الشكل يوضح لنا الأنواع الأربعة اللي قلناها من المستقبلات. شوية الكتابة ما واضحة، حاولوا تصغرون الصورة راح توضح، بس أنا اضطريت أكبرها على دكتور بس النوع الأخير. بس النوع الأخير شوية يعني توضيح. هذا بروتين جي قصدك؟ إيه. هسه بس دقيقة. هسه بالشرح راح أعيد شرحه بالصورة العفو. هنا أول نوع اللي هو أي اللي هو channel linked receptor. يعني الريسبترات المرتبطة بيمن على شكل شنو؟ على شكل قنوات اللي هي قلنا المن لنقل الكاتيونات والأنيونات الأيونات يعني. فراح تكون بهاي الشكل مجرد ممر لعبور الأيونات. هذا النوع شو يسمونه؟ channel linked receptor، مستقبلات مرتبطة بنقل الأيونات. زين، النوع الثاني انزيم linked receptor. يعني قلنا احنا بما انه البروتين المكون للريسبتر، هسه اللون الاخضر هو عباره عن ريسبتر، تركيبه الكيميائيه شنو؟ بروتين. بعض البروتينات هي شنو؟ انزيمات. فهذا الانزيم يحفز كاتاليز، شنو يحفز؟ يسرع من عمليه التفاعل الكيميائي، بالتالي راح تدخل المواد الى داخل الخليه او تخرج اعتمادا على شنو؟ مدى سرعه التفاعل الكيميائي اللي يصير بمساعده هذه الانزيمات. زين، النوع الثالث اللي هو جي بروتين ريسبتر. هنا عندنا شنو؟ هذا الريسبتر اللي لونه وردي وعندنا مواد اللي هي لونها أخضر. أنت افهم عن الرسم، عوفك من الكلام، مرات الكلام يدوخ والرسم يختصر هواي شغلات. عندنا هسه هذا الريسبتر اللي لونه وردي، فعندنا هاي المادة لما ترتبط بالريسبتر هذا المعني الموجود على غشاء الخلية بغض النظر عن شنو نوع هاي المادة، راح يتحفز شنو؟ بروتين. موجود وين؟ موجود داخل الخلية. شو اسم هذا البروتين؟ اسمه جي بروتين. من تحفز راح يرتبط بالريسبتر، الريسبتر اللي هو بروتين، بالتالي راح يسرع من عملية إدخال أو من تفاعل الكيميائي، بالتالي راح تدخل المادة بشكل أفضل أو بشكل أسرع. هذا هو النوع الثالث اللي هو جي بروتين ريسبتر. النوع الرابع والأخير اللي هو انتراسيلولار ريسبتر. هذا ما ذكرناه احنا بالكلام بس بالصور مذكورة كمصدر، اللي هي انه الريسبتر ما موجود بالغشاء وانما شنو؟ داخل الخليه نفسها. بما انه احنا تطرقنا بس الريسبترات الموجوده بالغشاء فما ذكرناها بالكلام، بس كمصدر لا موجوده، انه هي اكو مستقبلات ريسبترات موجوده وين؟ داخل الخليه، تتحفز ليمتى؟ من تجي السيجنالز، لما تجي المحفز الخارجي او الاشاره الخارجيه راح يتحفز الريسبتر، بالتالي راح ترتبط الماده اثناء دخولها من الغشاء، بالتالي راح يحصل التفاعل اللي مطلوب يعني اللي تحتاجه الخلية. فهاي هي أنواع الريسبترات الموجودة بالغشاء بشكل مبسط. اعتمد على الرسم بفهم الكلام، لأن أعتقد شيء جديد عليكم، أو يعني هي أول ثلاث أنواع، أول نوعين كل السهلات ما بين شيء. النوع الثالث اللي هو جي بروتين، الحد فيجر يعني الحد هنا هسه هذا المقطع الأخير شنو؟ يعني هيك للتوضيح. اوكي، فهاي هي محاضرتنا لليوم. شويه يحتاج لها تعب او جهد من عندك بالحفظ، ولا هي بطبيعتها سهله. الغشاء منين متكون؟ الغشاء شنو الفانكشن مالته؟ تجي على كل جزء مثلا بروتين شنو وظيفتها؟ اللي بدا شنو وظيفتها؟ هاي محاضرتنا لليوم بكل تفاصيلها. منو عنده سؤال؟ منو ما فاهم شيء؟ السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. دكتورة، بس النوع الثاني من الريسبتور هو يستقبل الإنزيمات اللي تسرع التفاعل الكيميائي؟ هي الريسبترات، هي الريسبترات عبارة عن شنو؟ عبارة عن إنزيمات. الريسبتر هو نفسه.
نعم دكتورة. عبارة عن إنزيم. فهذا شنو هو؟ ما دام هو يعني ما دام هو إنزيم، إذن هو شنو وظيفة الإنزيم؟ إحنا نعرفها، يحفز التفاعل الكيميائي. مثل إيش هذا الموجود؟ مثلا عندنا تيروسين كاينيز. تيروسين كاينيز هذا إنزيم، بس هو يعتبر كمستقبل كرسبتر. الإنسولين رسبتر هم يعتبر نوع ثاني إلها. السلام عليكم دكتورة. عليكم السلام. بالنسبة لسلايد 20 وسلايد 21 20 و21 لو بس نطلع عليهم 22 و21. نعم دكتورة. هذا طلاب أنا شوية يعني بصراحة حبينا أثناء الكلام ترددت، يعني أخلي لكم أو لا، إذا ما أخلي ما راح تفهم هذني، وإذا يعني إذا أوخرت، إذا وخرت السلايد هذا أنا بصراحة الحتسة متردد، إذا بقيت ما راح تفهم هذولي، وإذا العفو العفو إذا حذفت ما راح تفهم الرسم، فأنت بكيفك، هذه خليها بكيفك. العشرين والواحد وعشرين اقراها بس لا تحفظها، اقراها بس لا تحفظها، بس على مود يفهمك هذا الرسم. المطالب بي وينه؟ المطالب بي هذا adhesion junction والtight junction والgap junction، بس هذول الثلاثة. واضح دكتور، شكرا. هذا بس للتوضيح، اقروه بس انت يعني ما مطالب بي انا، يعني ما اجيب لك اسئلة من عنده. دكتور الرسم حفظ؟ اي يعني مو حفظ معناها انا اقول لك تعال ارسم، لا، انت ما تفهم اذا ما تروح للرسم. بهذا الموضوع ما تفهم اذا ما ترجع للرسم، هواي سهل الامور. طيب بس يعني ما اجيب لك رسم بعد. السلام عليكم دكتوره. وعليكم السلام ورحمه. دكتوره هذا جيبروتين، هذا الحتف قر يعني نحفظه، بس الجو نفهمه فهم. بالضبط بالضبط. اوكي مشكوره دكتور. دكتورة بالنسبة لوظيفة الغشاء البلازمي ذكرتين البارحة 2 سلايدات وهسه قلتي أكو بس 7 نقاط حفظ، وإحنا ما شفنا الموضوع، فهسه شنو مطلوب من ذن السلايدين؟ يعني وين هي وظيفة؟ ليش البارحة شرحناها 7 وظائف هذول ياهم، ديفيوجن والأوزموزيس والميدياتيد ترانسبورت اندوسيتوسيس اكسوسيتوسيس وسيل أدهيشن وسيل سيجنالينج. لا البارحة دكتورة إحنا ذكرنا سلايدين وظائف مو سلايد واحد. سلايدين. لا هذه مقدمة، هذه مقدمة أول وحدة، وكأنما رؤوس أقلام للموضوع اللي راح نحكي به. فمن أجينا دخلنا بالعمق بالديب، لا طرقنا للوظائف الأساسية المادة السيتوبلازم ممبرين. هذه يعني شلون نقول خطوة عريضة للموضوع اللي راح ندخل به، من المتكون شنو وظائفه شنو الموجود به، وبعدين دخلنا بالكلام الجدي. أول ما بلشنا بالوظائف وبعدين دخلنا بالمكونات الليبيد والبروتينات. تمام دكتورة. فهنا 7 هذول هم الوظائف. طلاب خلنا شنو نريد نعطيكم بالله بس دقيقة. العمل يريد من عندكم نشاط، بس خلوا على العمل. بالمناسبة بما أنه كلكم مجتمعين، إحنا كل سنة يصير عندنا مؤتمر علمي داخل الكلية، فأنتوا أثناء ما تدخلون المختبرات جاي تلاحظون أكو بوسترات أكو مجسمات، هاي هم الطلاب المراحل السابقة سووها لنا، فاللي يحب واللي يريد يسوي النفذ مجسم عن موضوع هو بباله، أو يجي يقول لي يابا أنا راح أسوي بوستر أو راح أسوي مجسم عن الموضوع الفلاني، حتى لا يتكرر نفس الموضوع المجموعة أخرى. يعني الطلاب راح تقسم إلى مجاميع، اللي عنده رغبة واللي ما يريد براحته، هذا الشيء اختياري مو إجباري. بس هي شنو مرات نلجأ لها إحنا، مثلا الطالب درجته ضعيفة نطي درجات على هذا النشاط مالته، ويا درجاته مال الحضور ويا درجاته مال الكوزات راح تتحسن شوي درجته. فهو شغلة اختيارية بكيفكم تردون أو ما تردون. اللي يريد يكتب مجموعة، يعني مثلا 10 20 30 طالب باعتبار أنه أعدادكم مهولة، حتى لو 30 طالب بوستر واحد بحيث التكلفة كلش راح تصير بسيطة على كل طالب،
يكتبون لي أسماءهم بورقة ويكتبون لي اسم البوستر اللي هم يردون يسوونه. فهاي يصير باتفاقية بيناتكم، اللي عجبه مثل ما قلنا راح يساعد شوية الطالب بالدرجة، هاي أولا، وثانيا تعتبر كنشاط للطالب وراح يعني تحفظ بالمختبر ويبقى اسمه محفوظ بالمختبر. هاي واحدة. قلت لكم المواضيع اللي تردوها انتوا، يعني انتوا تحددون المواضيع بس تكون ما متشابهة. يعني في حال اضطرينا مثلا مجموعتين اختاروا نفس البوستر او نفس الموضوع مثلا عن نواة النيوكلياس او مثلا اثنيناتهم على شبكة الاندوبلازمية، لا في هالحالة لا، يعني نضطر نغير. فهاي قلت خلنا اخبركم بها الشغلة، وعدكم منها نهاية الفصل. اللي حاب يسوي اهلا وسهلا، واللي ما حاب يسوي بكيف براحته، شغله مو اجباريه. اوكي، هسه انهينا محاضرتنا، ان شاء الله نشوفكم بخير، في امان الله.